دائما على أهبة الاستعداد، أيديهم لا تبارح أسلحتهم، وأعينهم التي تبرز من قناعهم الأسود ترصد كل كبيرة وصغيرة. إنهم أفراد القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يتميز هؤلاء الأفراد الذين تم اختيارهم بعناية بمستوى تعليمي مرتفع ولياقة بدنية عالية وبنيان جسماني قوي وتدريبات على مستوى عال من المهارات. توجد القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الصف الأمامي لحماية المملكة من المخاطر الإرهابية، وتعمل وفق استراتيجية يحكمها الهاجس الاستباقي المبني على الرصد والتتبع وأيضا التدخل المبكر. وحدة النخبة هذه متمرسة ومؤهلة ومجهزة على نحو كبير وجيد. تتمثل مهمتها الرئيسية في تعقب الخلايا الإرهابية وتفكيكها وشل حركتها قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ، كما تساعد باقي مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في العمليات التي تباشرها لمحاربة الجريمة المنظمة أو في إطار عمليات تطهير البؤر الإجرامية الصغيرة. وتتوزع وحدات هذه القوات حسب تخصصاتها ومؤهلاتها وتكوين أعضائها المتواجدين بالميدان، وتتكون من وحدة الاختراق المتخصصة في فتح الأبواب، ويتركز دورها في تهيئة الطريق في وقت زمني قياسي لا يتعدى ثوان من أجل فتح جميع الأبواب المستعصية على الفتح. وهناك وحدة التسلق مكونة من عناصر مدربة ذات قدرات عالية في تسلق الأسوار والولوج إلى أماكن العمليات دون إثارة شكوك المستهدفين أو المتابعين لمجريات العملية. وتضم الوحدات أيضا فريق القناصة مكون من أفضل عناصر الوحدات الخاصة. وهم قناصون من النخبة يتمتعون بالتركيز الجيد ودقة المتناهية في التصويب عند تنفيذ عملية إطلاق الرصاص في اتجاه الهدف. وهناك كذلك الفريق التقني المكلف بإزالة الألغام، حيث يخاطر أفراده بحياتهم لتأمين باقي أفراد القوات الخاصة وعموم المواطنين. وتتوفر هذه القوات على أحدث الوسائل التي تساعدها في تدخلاتها التي تتسم بالدقة والنجاعة.
ومن أجل الحفاظ على جاهزيتها تتدرب هذه القوات بشكل يومي ومكثف تحت إشراف متخصصين في كل المجالات. ويضم مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معهدا للتكوين التخصصي دشنه الملك محمد السادس يوم 24 من أبريل سنة 2018. والمعهد عبارة عن مركب أمني متكامل تم تشييده في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 30,000 متر مربع. ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبرا لتحصيل اللغات الأجنبية وقاعة للندوات ومكتبة علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء تضم جميع المرافق بما في ذلك عيادة طبية وقاعة للتربية البدنية والرياضة ومسجداً.